بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن زيت الزيتون والعسل التأثر بالصوت عند تلاوة آيات من القرآن. على العسل أو زيت الزيتون فإن مستوى الطاقة سوف يرتفع وسوف تتأثر ذرات هذه المواد الشفائية بشكل كبير، مما يزيد من فعاليتها في الشفاء. هاتان المادتان بالذات يمكنهما نقل المعلومات الشفائية من آيات القرآن إلى خلايا الجسم وأيضا الماء، والله أعلم.